صحيح، دائما يوم جديد بيستضيف فنانين نفتخر فيهم. اليوم معنا ينال المصري، هو فنان موسيقي مغني وملحن وشاعر غنائي وأيضا عازف على أكثر من آلة مثل الجيتار والبيانو. هو فنان دائما يقدم ما هو جديد وهو مختلف، وأيضا حاصل على المركز الثاني في برنامج لمين الغنية تابع لسوبر ستار بموسمه الرابع بال2007، وأيضا شارك بالعديد من الأوبريتات وأيضا المغنيات الموجودة كانت على الساحة وما تزال بنسمعها لليوم. فخلينا نرحب بينال المصري، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. صباح الخير ينال. صباح الخير لانا وكاتيا، أهلا وسهلا فيك. يعني ينال، دائما إحنا بنحب لما يكون معنا موهبة إنه نحكي عن البدايات، متى بلشت، متى اكتشفت حالك، متى بلشت أصلا إنك أنت تعرف حالك إنك عندك هاي المهارة. والله شوفي، الأهل هم اللي اكتشفوني البداية. يعني أنا دائما بحكيها من وأنا 3 سنوات، يمكن والدتي لاحظت علي إنه بغني وشوي هيك دعمتني، خليني أحكي لك تعال اسمع كذا، وسجلت لي بتذكر كاسيت صغير وقتها، التسجيل كان صحيح. يعني مع الوقت شوي شوي طورت الموهبة. ب2000 تقريبا، بسنة 2000 بلشت أعمل حفلات ويعني دخلت في المجال. نعم. والمعهد الوطني وشوية مسابقات، يعني برامج خلينا نحكي الهواء. وبلشت أعمل أغاني يعني بال2009 بلشت في غنيت وتمنيت، كانت من كلمات شاعر طلال حمودة وألحان وتوزيع صديقي العزيز الموزع الموسيقي كم أكرم أحمد. نعم. وبعد هيك يعني الظروف صراحة خارج عن إرادتي، قطعت عن المجال 4 سنوات تقريبا. رجعت ب2014 برحضة الحبك، هي من كلماتي وألحاني كانت، وتوزيع كمان صديقي الأستاذ عدنان. نعم. سوريخ. نعم. ورجعت من زمان بهواها كمان من توزيع إياد حداد من كلماتي وألحاني، وعملت كمان مجموعة سناقل يعني ورا بعض يعني هيك. طب احنا بدنا نسمع، ايش بدك تحب تسمعنا في البداية؟ بما انه كنت تحكي كاتيا عن التراث والموروث والأشياء، خلينا نغني إشي من تراثنا الأردني اللي احنا بنحبه وتربينا عليه. طيب وطيها شوي. والوارد فتح يا زارعين الورد، الوارد فتح فتح وما شاء الله، والويل فراوح والوارد فوق الخد، والويل فراوح الله ما عوال صفحني بيدو سلم علي الزين، صفحني بيدو هل هلا وحي الله، قلبي يريدو لسمر كحيل العين، قلبي يريدو الله ما والله. ويلي محلاها البنت الريفية، ويلي محلاها، ويلي محلاها، قلبي يهواها وعلى نبع المي، قلبي يهواها، قلبي يهواها، ويلي محلاها البنت الريفية، ويلي محلاها، ويلي محلاها، قلبي يهواها وعلى نبع المي، قلبي يهواها، قلبي يهواها. بالله يا غالي لا تقسي قلبك، بالله يا غالي، بالله يا غالي، طول الليالي حارمني وصفك، طول الليالي، طول الليالي، وساري سار الليل يا حبيبي، سار الليل الحق حبيبك، سار الليل وساري سار الليل الحق حبيبك، سار الليل وساري سار الليل، يا ساكن بقلبي حلفتك بربي، يا ساكن بقلبي حلفتك بربي، ولا تهجر لي حبي وسري سار الليل، لا تهجر لي حبي وسري سار الليل، كان عندك عدالة تبعت لي رسالة، كان عندك عدالة تبعت لي رسالة، وطف النار اللي بقلبي وساري سار الليل، طف النار اللي بقلبي وساري سار الليل.
جدا يا ننال. يعني اخذتنا عن جد عن جد عن جد يعني للزمن الجميل. عم بتذكر هيك لحظات بكل اغنيه عم ببتسم وبرجع فيها رحله للوراء. يسلم صوتك، صوتك بجنن. يسعد قلبك، تسلم. يعني ايش عندك مهارات اخرى غير الجيتار يا ننال؟ انا بعزف شوي بيانو، مش بروفيشنال. حتى الجيتار مش بروفيشنال، الجيتار يعني انا كانت دراستي وتماريني وحفلات، يعني ركزت اكثر شيء على الغناء يعني. بعد هيك اتجهت لموضوع الكتابه والتلحين شوي، يعني خليني احكي لك، بس المين تبع الغناء. نعم. بنشوف هناك عده الوان مثلا بتتبعها الفنانين، انت من انه لون غنائي ولا بتحب تغني لكل الالوان؟ بالضبط بالضبط. يعني انا بفضل انه اللي دائما بحكيها، اللي قادر انه يغني جميع الالوان واي نوت، ليه ما يغني كل شيء؟ صحيح. اذا يعني بيعطي كل شيء حقه، مثلا اللهجه العراقيه، اللهجه الاردنيه، اللهجه البدويه، اللهجه المصريه، بغنيها بطريقه حلوه، يعني بيعطيها حقها في الغناء، واي نوت. فانا بحب انوع يعني صراحه. بحب اغني كل شيء، حتى الكلمات يعني بتشكل. مثلا في ناس اللهجه البيضاء اكثر، بتحب مثلا تعطي لكل بلد لهجته بالكلمات. اكيد يعني هلا يعني يعني بفضل انا. شوفي يعني انت مثلا متربي في مصر مثلا، راح تبلش مصري طبعا. صحيح. متربي في الاردن راح تبلش اردني. صح. بس نوع. صح. نوع وابدع يعني في، لانه يعني بعض البلدان او بعض اللهجات ما بيقدروا يغنوا كذا لهجه. صحيح. صحيح. بضل على لهجه بلده. فانا فبحكيها، اذا انت قادر، في ناس مش قادره، في ناس ما بيقدر يغني يغير اللهجه تبعت بلده او كذا، بس انا بفضل انه يعني يعني التنويع. لا حلو التنويع، ممكن الواحد يستكشف انه هو عنده قدرات تانية او عنده موهبة تغيير الصوت على حسب اللهجة، على حسب الكلمة. شو بدك تسمعنا اشي اليوم مش اردني؟ كمان اردني. يلا. مش اردني انا قلت. مش اردني؟ مش اردني. خلينا طيب نطلع منه. نغني اشي يلا. عراقي خليجي اشي يعني. يلا. انا صراحه يعني بس عشان اكون صريح معكم، انا مش محضر يعني جاي. وبالعكس هذا احلى حلو هيك. يعني ايش بيطلع معي حسب. بنرجع للاردني بعدين. أكيد. طبعا لازم نرجع بالاردني اكيد طبعا. اوكي. عجبا لي اريد اتغازل وياه وارش ماي وارد فوق الشفايف وبنور القمر اغسل محياك انا شلال من حب وعواطف مكانك بالقلب مكانك بالقلب وبروحي مأواك بين عيوني انت منيش خايف جميل انت ومثير بكل مزاياك وحرام الليل يخلص بالسوالف حبيبي حبيب اسمح لي المصطرف وجناك ولقط منقى مصري وقطايف وإذا بحجة المزاح اتمادى وياك من هسا قل لك أني آسف أعجبك 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 لك أريد أتغازل وياك وارش ماي وارد فوق الشفاي حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلونك حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلونك باقية النص الدرب محتارة ما تعرفين هذا العشق وسرارة باقية النص الدرب محتارة ما تعرفين هذا العشق وسراره والساها ذبل سواد عيونك خايفة تحبين ويلومونك خلينا نندل الطريق اللي نمشي أولا واضح خلي نعرف تالي خلينا ندل الطريق اللي نمشي أولا واضح خلي نعرف تالي باقية
النص الدرب محتارة ما تعرفين هذا العشق وسرارة باقية النص الدرب محتارة ما تعرفين هذا العشق وسرارة والسهر دبل سواد عيونك خايفة تحبين ويلومونك والسهر دبل سواد عيونك خايفة تحبين ويلومونك حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك ابداع حتى الجاليري عندنا بيحكوا لك ابداع شكرا شكرا اجواء اجواء الامانه جميله جدا ثانك يو يعني للأمانة كثير استمتعنا بتواجدك معنا يا نال وان شاء الله يا ربي من نجاح لنجاح وتفوق لتفوق وشوفنا هيها الاوضاع بلشت ترجع حياتنا يعني على أمل. السابق بنتمنى لك كل التوفيق وبنتمنى كمان نشوفك بيوم جديد ومؤسسة الاذاعه والتلفزيون دائما بتشرف طبعا قناتنا الحبيبه اكيد يسعدك وشكرا لك لانا واكيد للتلفزيون الاردني انا ثالث مره بطلع معكم على التلفزيون الاردني هذا يعني شيء يعني بيرفع الراس صراحه انه بالنسبه لي انا بتشرف دائما يعني اطلع معكم بتشرف لنا دائما شبابنا الاردني مبدع بنشكرك وبنشكر تواجدك معنا بس بدنا نختم معك برضو على اغنيه ناخذها ونطلع فاصل اوكي ومرت الأيام ولا تتعذري انت جرحك نشف وانا جرحي طري ولا شي بينساني وقت مكبري وعندي صار عيال واصغرهم انا لا تشكي من الشيب وتزيد العتاب شيبة المحبوب أغلى من الذهب ويحلى لما يستوي قطف العناب لو كبرنا بالضمائر حبنا ويا بنت ما انت على الاول وما انت على ما حاجيتيني وحب جراح والبيض محاول وما صالحك لو عزمتيني ومرعيه يا البنت مرعيه ومرعية ولا بلا راعي وقالت وحياتك ماني مرعي ولا غيرك ما وسيد دراعي ويا شوقي يالله أنا وياك وعالغور نزرع بساتيني ولا لازرع لشويقي ثلاث وردات أنا واسقيهن من مية العيني ويا بنت منتي على الأول يابا منتي على ما حاجتيني أحب جراح والبيض رحول يبا ما صالحك لو عزمتيني